ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة فطير الملاك والعذراء. طالع جميل جدا، هيعجبكم. واللي عملش قبل كده الفطير هيعمله ويطلع جميل، بس امشوا على الخطوات بتاعتي والمقادير. انا عملت حوالي نص كيلو، مطلع معايا 12 قطعة حلوين، حجمهم حلو. يلا نبتدي مع بعض، بس قبل ما نبتدي يا ريت الاشتراك في القناة واللايك والشير. عندي معلقة ونص من الخميرة الفورية، وكمان معلقة ونص من السكر، حطيت عليهم نص كوباية من المية الفاترة. طبعا ده بنختبر الخميرة، بقلبه كويس واسيبها واتأكد ان الخميرة عندي كويسة. عندي هنا حوالي 500 جرام من الدقيق، حطيت عليهم رشة من الملح، وحوالي معلقة صغيرة من الملح، وكمان معلقة من البيكنج باودر معلقة صغيرة. حطيت 120 ملي من الزيت. 120 ملي ده تقريبا مج، نص مج صغير. يعني لو انا ما عنديش المعيار ممكن احط نص مج او كوباية، نص كوباية صغيرة من الزيت. بعدين بحاول بقى ايه احط الزيت وابسه كده في الدقيق شوية. بعد كده عندي الخميرة، اتأكدت انها كويسة، بحطها على العجين او الدقيق. بجهز بقى كمان نص كوباية من السكر مع مية تكون فاترة، ما تبقاش سخنة قوي ولا باردة، يعني تكون متوسطة يعني. وببتدي اعجن، هبتدي اعجن لغاية ما عندي العجينة تكون طرية وبتلزق شوية. يعني اللي انا حطيتها ناشفة بزود شوية مية لغاية ما تكون عندي كده بالشكل ده، وبسيبها بقى لغاية ما تخمر. حوالي سبتها حوالي ساعة الا ربع كده، وممكن في الحر دي تاخد نص ساعة. هسيبها بقى لغاية لما تخمر. عندي هنا خمرت، ببتدي بقى اخد على طول منها، مش بفك منها الخمر، يعني بسيبها كده مخمرة وببتدي اخد قطعة كده تقريبا، يعني لو مقاس قد البيضة كده، وببتدي اقسم عندي هنا وبحشيها بالزبيب بالشكل ده. عملت بقى كل الكمية بنفس الطريقة كده، واسيبها طبعا لغاية ما تخمر. ببتدي لو انا عشان ما يطلعش عالية شوية، ببتدي ايه ابططها كده شوية او افردها بصوابعي. هسيبها بقى برضو تخمر حوالي ساعة كده، اكون طبعا مسخنة الفرن. بضيف عشان ادهن الوش معلقة من العسل، معلقة من الزيت، ومعلقة من المية. طبعا لان مفيش بيض هنا فاحنا بندهنها عشان تاخد وش. هنا عندي خمرة، ببتدي برضو افردها كده شوية، وابتدي ادهن العسل والزيت والمية كده. ده بيساعد شوية انها تدي لون. انا ما شغلتش عليها الشواية، سبتها بقى تستوي في الفرن على درجة 220 من غير لا شواية ولا اي حاجة، وهي ادت اللون ده. ما بتاخدش وقت، يعني حوالي مثلا نص ساعة كده بتكون استوت. خلي بالي ما يبقاش عندي الفرن واطي، لازم يكون عالي عشان ما تنشفش معانا. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وياريت تكتبولي ايه رأيكم في الكومنتات. باي باي.